20 يناير. احنا يعني قدامنا 20 يوم وهذا هو القادم الجديد الى البيت الابيض. في ملاحظات كثيره جدا على صعود دونالد ترامب. لو خدنا المشهد الاخير لاول مره في التاريخ في رئيس دوله منتخب لكنه لم يتسلم السلطه ابتدى يمارس مهامه، مثل الاتصال مع الرئيس عبد الفتاح السيسي بخصوص مشروع القرار ادانه السلطان، ما حصلش. وعمر ما حصل في تاريخ امريكا ايضا ان الاداره الراحله بتاخد قرارات وخطيره مثل طرد دبلوماسيين الروس، لانهم لعبوا دور في صعود ترامب في في قرصنه، في عمليه قرصنه مواجهه ما بين اوباما وترامب قبل صعود. دي ما حصلتش في تاريخ. دايما احنا اتعلمنا كده في العلوم السياسيه، وانت جوزك كان استاذ علوم سياسيه، ان دايما الادارات الامريكيه في اخر مرحله. اشمعنى جوزي؟ ما انا علوم سياسيه. وانت فانت عندك بيقول عليها البطل عرجاء. لا انا مش بطل عرجاء. لا اوباما بطل عرجاء، باخد قرارات مهمه وحاسمه زي دعم رغم انه ما صوتوش بتاع تصويت قرار اداره المستوطنات ودخلوا معارك مفتوحه مع نتنياهو، ومثل طرد الدبلوماسيين الروس. يعني مش بطل عرجاء ولا ده رئيس مفروض الرئيس المنتخب. ليه الدستور الامريكي بيديله فتره عشان يدرس الملفات ويقرا ويساعد، مش عشان يتدخل في سياسه الرجل الذي هو سلف اللي هو ماشي يعني. فدي اول ظاهره. فده معناه نمره اتنين بتوجهات ترامب نقدر نقول ان احنا لسه هنشوف وهنختبر السياسات ومدى تاثير الاستخبارات الامريكيه والكونجرس على قراره. لكن في كل الاحوال ترامب وهو ترامب، ومعنى لانه الحقيقه في يهمني الجزء الخاص بعلاقتنا بيه. انا اظن ان احنا بنبالغ، لان هكلم حاجة بصراحه، بنبالغ اكتر من اللازم في الامال التعويل على ترامب، رهانا على الكيمياء الشخصيه بينه وبين الرئيس السيسي ممكن وهو غير مرشح. لكن في النهايه انت هتدخلي في اختبارات قاسيه. هسال سؤال. قرر ترامب بالمخالفه للقوانين الدوليه نقل السفاره الامريكيه الى القدس. هتعمل ايه؟ دي مشكله حساسه. ده متوقع، ده مشكله حساسه. وبتتكلم عن المسجد الاقصى، بتتكلم عن مقدسات عند المسلمين. انت هتعمل ايه؟ هتعملي طب المره اللي فاتت يعني ماشي عدت، اللي هو انك انت سحبت القرار وبعدين طلبت الصوت عليه، هتعمل ايه؟ دي واحد. نمره اتنين، اذا مضى مع مشروع نتنياهو الى اخره في الاخر في النشاط الاستيطاني وفي تهويد فلسطين، هنعمل ايه؟ انا طبعا ممكن اصحك سؤال صعب. سألي. ماذا لو كنت صانعا للقرار هتعمل ايه؟ في حاجات كتير قوي. انا ولا من صانع القرار ولا مكان حد. انت محظوظ طبعا. ولا من طموحاتي. محظوظ ولا من طموحاتي. لا بس على فكره ده حظ. اللي صنع القرار ده مش موقف سهل. الحسابات السياسيه دي ده في مصايب يعني. انا عارف المشكله صعبه جدا. البابا شنودة في منتصف التسعينات سالني سؤال صعب جدا. كنا مع بعض، كنت بحاور جدا كتير وشفته كتير. وراجل زعيم سياسي الحقيقه. فقال لي انا عاوز اسال، قفل الكاسيت، كان يعمل لسه الكاسيت والحاجات دي. قفل الكاسيت وقال لي انا عاوز اسالك سؤال. حاشا لله لو في حد اسرائيل قالت عليه بعد كده انه مجنون طلع بالطياره وقصف المسجد الاقصى، تصور العرب والمسلمين هيعملوا ايه غير انهم يطلعوا تظاهرات؟ في سؤال تحدي، لكن مفيش حد ممكن يقول مش عارف حاجه. فاذا دخل ترامب السفاره السياسه الامريكيه في الشرق الاوسط سوف تتضرر على نحو فادح. طب ما هو انت ليه قلت موقف البابا شنودة ما قلتش مثلا موقف الرئيس السادات لما قال له انت عملت كل حاجه مظاهرات وعملت طب وحدفت كل حاجه في الاخر قالوا عليك ايه؟ انا احب اقول لك حاجه. ما تحبش تقول السادات. انا عارف. لا 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 انا سمعت من يا رب يديله الصحه الاستاذ فاروق قدومي زمان برضه اللي هو يعني واحد من القاده التاريخيين لمنظمه التحرير الفلسطينيه وكان مختلف مع عرفات في الاخر. فهو سال وتقريبا مبارك قال نفس التعبير. انا سمعت مبارك مباشره برضه في اجتماع مع رؤساء التحرير لما كنا قليلين شويه، كنا سبعه ثمانيه قاعدين. هو الاثنين قالوا تعبير ان اللي هيفرط في القدس تم رصاصه كده. فاروق قدومي عن عرفات ومبارك عن نفسه بالحرف
والشهود موجودين لحضرتك كلهم يعني. دي كلام في مسائل خطوط حمراء نهائيه لا تتعلق بالعقيده. نتكلم بتتكلم عن بالعقيده الانسانيه بتتعلق بالمقدسات. في كلام يقدر محمود عباس يقول زي ما عاوز. بيجي عند حائط او عند حدود القدس في من هم حلفاء السيسي في 2017 خارجيا؟ احنا مشكلتنا اساس خارجيا الحقيقه عاوزه مراجعه كامله. احنا مشكلتنا اننا قدرتنا على المبادره وقدرتنا على التصرف وقدرتنا على الحفاظ على استقلال القرار وقدرتنا على الوضوح امام الخصوم وامام الاصدقاء اظن عندنا مشكله كبيره جدا في العالم العربي وفي العالم الخارجي. ايوه بس حضرتك لسه جايب سيره العلوم السياسيه، هتديني ايه واخد ايه؟ طبعا هي كده. لا ده عاوز يعني احنا ناخد استقلال قرار وطني ومن غير ما نعمل وهنعمل مش عارف ايه مع الامريكان من غير ما ايوه يعني في حسابات. انا هديكي فكره. في حد وزير خارجيه سابق واحنا بنتحاور في بعض حوار يعني مفتوح. هو قال ان بوتين وترامب الاثنين واقعيين برغبتيين، لكن واحد وفق حقائق الامن والثاني وفق حسابات الاقتصاد. فترامب وهو جاي الى الشرق الاوسط هيجي وهيتم بيها تدفع كام؟ فهو بالنسبه للسعوديه وبالنسبه للخليج عاوزين حمايه تدفعوا كام؟ بالنسبه لمصر انت بتصور طبعا هيديك في شهور عسل في الاول، لكن دايما هيدفعك التمن ودايما هيضغط عليك لسبب او لاخر. فجزء انك انت تصدي الضغوط المتوقعه الهائله الهائله من ترامب عشان ما حدش بيصور ان هو يعني هيعمل لك اللي انت عاوزاه كده مجانا. انت محتاجه يبقى عندك منطق تتكلم فيه. يعني على سبيل المثال انا في موضوع قرار مجلس الامن بدل ما اسحبه انا ادافع عن الموقف المصري. انا لا استطيع، انا اريد ان مش معناه انك بتتخانق مع ترامب، لكن فكره انك انت ما بتطرحيش منطق وحوار ويبقى عندك ثوابت انا اظن سوف يضغط علينا. بس هو القسوه لا بس الدبلوماسيه المصريه كان رايها مثلا ان عندك حاجات ثانيه اكبر ممكن تحققها من مجرد قرار رمزي، ممكن منطق ما تقبلوش الكلام ده. القرار ده كل العالم وصفه انه قرار تاريخي. اوعي تنسي انا كنت بصور من الصور اللي اتعرضت عليها النهارده صوره مجلس الامن عند اتخاذ القرار. اول ما رئيس المجلس لسه بيطرح رفعوا ايديهم. مظبوط رفعوا ايديهم قبل ما يعني مظبوط. وبعدين لما حصل الاجماع كلهم قاموا مستقلين مجلس الامن كده تصفيق حد. فلنا قيمه اخلاقيه. حسابات السياسه الخارجيه وحسابات السياسه معقده للغايه. انا محتاج السياسه صعبة. الخارجيه بص الاقليم هام جدا لمصر. أرجو رعايته والاهتمام به. القضية الفلسطينية رغم تراجعها هي ميزان الأدوار والأحجام في الإقليم. لو أنا ارتبكت خطايا أكثر مصر